أما محمد سأل عن الوتر كم ركعة؟ الوتر صلاة لها فضلها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن، فجعل من علامات الإيمان الحفاظ على صلاة الوتر. الوتر أفضل العبادات بعد الفرائض، بعد الفرائض الخمس تأتي صلاة الوتر مباشرة قبل فضل صلاة الضحى وقبل فضل غيرها من الصلوات. فأقلها ركعة واحدة وأكثرها 11 ركعة أو 13 ركعة. فإن صلىها ركعة واحدة قرأ فيها سورة قل هو الله الفاتحة ثم قل هو الله أحد، ثم إذا أراد وإن أراد أن يصلي ثم يركع ويرفع ثم يسجد سجدتين ويجلس التشهد ويسلم. أما إذا أراد أن يصليها 3 ركعات فإنه يجوز له حالتان. الحالة الأولى أن يصلي 3 ركعات، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة لوحدها ثم يسلم. فإن أراد أن يشبكها الثلاث بسلام واحد فصلى ركعة الأولى ثم قام الركعة الثانية، فصلى ركعة الثانية ثم قام مباشرة إلى الثالثة دون أن يجلس للتشهد حتى لا يشبهها بصلاة المغرب، يقوم إلى الثالثة مباشرة ثم ينتهي منها ويجلس ويسلم، فتكون صلاها